سيناريو التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وإمكانية شن حرب على لبنان أصبحت أكثر ترجيحاً بعد أصداء الجولة التي قام بها المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى إسرائيل ولبنان، ووصفت بأنها غير إيجابية. هوكشتاين وبعد سلسلة لقاءات عقدها اليوم في بيروت شدد على أن إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل بطريقة دبلوماسية وبسرعة هو أمر ملح. بعد التصعيد المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من 8 أشهر على وقع الحرب في غزة، وبعد لقائه برئيس البرلمان نبيه بري، قال هوكشتاين إن النزاع على طول الخط الأزرق استمر طويلا وبما فيه الكفاية، وإن لبنان يعاني دون سبب وجيه، معتبرا أن المنطقة تمر بوقت خطير ولحظات حرجة، كما شدد على أنه من مصلحة الجميع حل المشكلة سريعا ودبلوماسيا وتحديد سبل الذهاب إلى مرحلة يمنع فيها أي تصعيد إضافي. ومن جهة قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والعودة إلى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية، مؤكدا أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة لن تثني لبنان عن مواصلة البحث لإرساء التهدئة. الصراع على الخط الأزرق بين إسرائيل وحزب الله استمر لوقت طويل من الزمن. الأبرياء يموتون والعائلات تتضرر والاقتصاد اللبناني ما زال في تراجع وانهيار. البلد يعاني بدون أي سبب وجه. لذلك فمن مصلحة الجميع حل هذا الصراع بسرعة وبالدبلوماسية، وهذا يمكن تحقيقه بالإضافة إلى أنه أمر ملح. الوضع خطير، قد رأينا تصعيدا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، والرئيس بايدن يريد أن يتجنب تصعيدا أكثر من أن يتطور إلى حرب شاملة. الجهد الجاري هنا الآن يجب أن ينصب على مصلحة الجميع، فمن مصلحتهم جميعا إنهاء هذا الصراع الآن. نؤمن بأن هناك مسيرة دبلوماسية للقيام بذلك إذا ما وافق الطرفان. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 مسيرات تسللت من لبنان إلى الشمال، وقال أن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا من عمليات الاعتراض التي جرت في سماء نهاريا. ودوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية بالتزامن مع عملية الاعتراض. وفي وقت سابق أعلن حزب الله استهداف دبابة إسرائيلية بهجوم على موقع عسكري، فيما ردت إسرائيل بغارات عدة استهدفت دراجات نارية في قضاء صور جنوب لبنان. بعد هدوء استمر ل 48 ساعة اندلع حريق في منطقة زراعية جنوب مستوطنة يانطلة شمال إسرائيل بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان. هنا شو مولينا تكلم على لغة لماتا لغة لماتا كيف هذه وفي ونتعرف على أجواء هذه الزيارة، زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان وما يجري من تصعيد في المنطقة الحدودية الجنوبية اللبنانية. تنضم إلينا من بيروت العاصمة اللبنانية مراسلة الحدث غنوة يتيم. غنوة أهلا بك. إذا نبدأ من الزيارة، زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، سمعنا تصريحات المبعوث الأمريكي وتصريحات من الجانب اللبناني، ولكن نريد أن نتعرف معك على الأجواء في كواليس هذه الزيارة. ما الذي سمع أو رصد من ردود فعل؟
سارة، يعني بحسب بعض المصادر التي واكبت هذه الزيارة صباحا كانت قد وصفت هذه الزيارة بالزيارة التحذيرية، والتي وصفت بأن الأجواء ليست إيجابية، بما معناه أنه إن لم يكن هناك إجراءات اتخذت في لبنان للحد من هذه من التصعيد الحاصل جنوبا، خاصة الذي ازداد عن حدته خلال الأسابيع الماضية، فربما سيكون هناك رد فعل مختلف من قبل إسرائيل التي تهدد دائما بحرب شاملة في جنوب لبنان. ومصدر آخر أيضا مواكب لهذه الزيارة قال بأن تحدث أيضا عن أجواء غير مريحة، وقال بأن هذه الزيارة تأتي الآن هدفها الأساسي هو تخفيف التصعيد للتوصل لاحقا ربما للعودة للمفاوضات ولإيجاد حل بين الشمال والجنوب. أموس هوكشتاين كان واضح في تصريحه، هو قال بأن الحل الدبلوماسي لا زال ممكنا حتى الآن، ولكن إذا قبل الأطراف بهذا الحل، وهو بالطبع يتحدث عن إسرائيل وحزب الله. نعم. ولكن حزب الله كان يوم أمس عبر كلام أحد نوابه استبق هذه الزيارة برفضه التام لحل بعيدا عن نهاية الحرب في غزة أولا، وأيضا رافضا المنطقة العازلة التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، والتي تسعى إلى إبعاد حزب الله عسكريا عن الحدود، وهو ما وصفه حزب الله بالوهم الإسرائيلي. نعم، إذن هذا ما نقل قبل الزيارة، ولكن ما الذي نعرفه حول ما نقل من اللبنانيين إلى المبعوث الأمريكي؟ يعني حتى الآن لا يوجد، يعني حتى الآن هو ما نشر في البيانات الرسمية لرئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي قال بأن لبنان فعليا لا يريد الحرب، يريد وقف العدوان، ما سماه بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، يريد لبنان الرسمي إيجاد حل لما يحدث ووقف كل الأعمال العسكرية الحاصلة. ولكن نحن نعلم بأن أما أجواء رئيس مجلس النواب نبيه بري، فهي قالت بالطبع يعني رئيس مجلس النواب ينقل أجواء، يعني ما يرصده من أجواء من قبل هوكشتاين إلى حزب الله وإلى غيره من الأطراف المعنية، ولكن حتى الآن يعني لا يوجد صورة مؤكدة حول ما يمكن أن يفعله. أليس هناك نقاش خاصة وأنه في النهاية رأي الأخير بالتأكيد لحزب الله، ولكن غنوة ما الذي يجري الحديث عنه الآن لبنانيا، أو ما النقاط التي يجري التشاور حولها الآن؟ أي نقاط أساسية ربما إعلاميا وحتى سياسيا يجري تداولها بشكل كبير للنقاش الآن حول هذه الترتيبات الأمنية، أو على الأقل تهدئة التوتر؟ يعني بالطبع هناك رغبة لبنانية بتهدئة هذا التوتر. طبعا اللبنانيون أيضا ينتظرون كلمة أمين عام حسن نصر الله يوم غد، التي من المفترض أيضا أن تكون بذكرى مرور أسبوع على اغتيال أحد أهم القادة الذين اغتيلوا بحسب حزب الله في المعركة الدائرة جنوبا، أبو طالب عبد الله. هذه الكلمة أيضا ممكن ستكون توجه لما ستحملها الأيام القادمة للبنان. لبنان طبعا منقسم بين من هو يريد فعلا وضع نهاية لهذه الحرب، وبين الموقف التصعيدي الذي يتخذه دائما حزب الله، تماما كما فعل اليوم عندما نشر فيديو ما سماه بتقنية الهدهد راصدا مناطق داخل حيفا بشكل نوع من التهديد لإسرائيل بأنه قادر على وصول إلى تلك المناطق. وهذا الأمر أعاد أيضا مشهد ما كنا قد رأيناه خلال المفاوضات البحرية، عندما أيضا قام حزب الله بنشر فيديو رصد من خلاله كريش، وحينها أيضا لمح بأنه قادر على الوصول إلى تلك المنصة في حال لم يكن هناك يعني رد فعل إيجابي من قبل الإسرائيليين أو الأمريكيين. اليوم هناك تصعيد متبادل بين حزب الله وبين إسرائيل. طبعا عدد كبير من اللبنانيين المعارضين لحزب الله يرفضون هذه الحرب. نعم. الجنوبيون حتى وإن كانوا لا يعلنون في العلن أنهم يريدون نهاية لهذه الحرب، ولكن هذا ما يدور في كواليس لقاءاتهم. شكرا، كنت معنا من بيروت العاصمة اللبنانية مراسلة الحدث غنوة يتيم. شكرا.